مجموعة أشبال ولاد بن عقيدة كتأدي فن العيطة والأغنية الشعبية. تأسست المجموعة في سنة 2019 شهر 5، وكانوا من المؤسسين ديال السي عبد الرزاق والسي بوشعيب بن عقيدة. الأفراد اللي كتكون من هذه المجموعة من السي يوسف فقري والسي رشيد العشير والسي أسامة مرهون والسي سفيان الزردي. نظرا للعلاقة اللي كانت تتربط السي عبد الرزاق بالإخوان ولاد بن عقيدة، قرروا أنهم يأسسوا هذه المجموعة اللي هي أشبال ولاد بن عقيدة، وهم راه واضعين فينا واحد الثقة باش نحملوا المشعل ونكونوا الخلف ديالهم، ونتمنى والله إن شاء الله ما يخيبناش. السلام عليكم. معكم السي عبد الرزاق، رئيس مجموعة أشبال ولاد بن عقيدة. المجموعة اللي كتشتغل على فن اللي هو فن عريق تراث العيطة، وفي هاد المدة ديال الحجر الصحي وفي هاد الوباء كانت عند هاد المجموعة ديالنا سلبيات وإيجابيات. بين السلبيات كانت هناك البطالة، كان بنادم تضر بزاف من ناحية الاشتغال ومن ناحية الحفلات، ولكن الحمد لله احنا بقينا متشبتين بالعمل ديالنا، وواجهنا الصعوبات والتحدي باش ان شاء الله تبقى هاد المجموعة ان شاء الله تبقى متحدة وتبقى قوية ان شاء الله، لاننا احنا كنأدي واحد الواجب وهو تقليد، لان هاد العيطة هي ماشي غير اللي جا كيغنيها، هذا راه تراث خصنا نحافظوا عليه الاجيال اللي غيجيو من ورانا، وهذا راه تقليد علينا، وغنبقاو حاملين المشعل ان شاء الله، لان الاخوان ولاد بن عقيدة حاطين الثقة ديالهم تامة فينا وحنا معاهم ان شاء الله، نتمنوا من الله يسير. ومن بين الايجابيات في هاد الفترة ديال كورونا اننا شاركنا في مسابقة ديال فن العيطة بمدينة أسافي، والحمد حصلنا على الرتبة الثانية على الصعيد الوطني، وهذا الشيء كيشرفنا وكيشرف مدينتنا، وبعض الأعضاء في المجموعة التحقوا بنا أعضاء أخرين، هذا الشيء اللي خلى المجموعة تكون في واحد الرقي جميل. وواحد اشتغلت في كورونا مسابقة ديال فن العيطة عن بعد، صورناها هنا في مدينة بني ملال ورسلناها للأسفي، والحمد لله كانت رتبة زوينة، الرتبة الثانية على الصعيد الوطني. هذه من الأشياء الجميلة اللي حصلنا عليها في هذه الفترة ديال كورونا، ونتمنى من وزارة الثقافة تشوف من الموسيقيين من حالهم من الفنانة وتعاوننا، لأن احنا يعني كان هاد التراث هذا راه الا ما كانش اللي عاوننا فيه راه ما يمكنش باش غنبقاو محافظين عليه الأجيال اللي غيتبعونا ونوصلوه ليهم، وهذا راه واجب ديالنا وواجب حتى ديال الدولة، خاصها حتى هي تعاوننا وتعاون معنا كشباب كيحبوا التراث وكيحافظوا عليه. والسلام عليكم.